أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هناك من يفسر الولاء بوجود الكفار في هذه البلاد وحمايتهم من القتل والتفجير وعدم مقاطعة الدول التي تحارب المسلمين، فهل هذا الكلام صحيح؟ هذا سمعتم بكلام ما هو صحيح الكلام هذا. فيجب الوفاء، يجب الوفاء بالعهود، وأن نحفظ دماء المعاهدين كما نحفظ دماء المسلمين. والله حرم، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. التي حرم الله يشمل المؤمن ويشمل المعاهد، المعاهد حرم الله قتله فلا يجوز، ومن قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة كما في البخاري. وأما مقاطعة التجارية هذه تتبع المصالح والمفاسد، الأصل الحل، الأصل في المعاملات الحل، ولكن إذا كان في مقاطعتهم نكاية بهم ورأى ولي الأمر، رأى ولي الأمر مقاطعتهم وأصدر بذلك أمرا بمقاطعتهم، فنحن نقاطعهم. أما أن كل يفتي بمقاطعتهم وكل يحرمون الحلال ويفتاتون على ولي الأمر، هذا لا يجوز. نعم.